هنتكلم فيه النهارده هي البروجرامز معينه اللي بتعمل بريفنشن، بتمنع الاصابه من اصابات الملاعب ان ذا فيرست بليس. يعني بدل ما انا يجي لي اصابه واعالجها، انا عايز امنع الاصابه دي من انها تتكون. وحصل ريسيرش كتير خلال السنين اللي فاتوا عشان نشوف ايه البروجرامز اللي نقدر نديها للاولاد عشان ان احنا نقلل هذه الاصابه. معظمها حاجات جنرال ممكن كلنا نكون اوريدي عارفينها، لكن في حاجات سبيسيفيك ممكن ان احنا نركز عليها، ودي بتفرق ساعات من لعبه للعبه. فالحاجات العاديه اللي احنا نعمل وورم اب كويس، يعني نسخن كويس قبل الرياضه، نعمل ستريتشات يعني نفرد العضله بقوه قبل الرياضه، فوت وير، فطبعا الرياضات كلها بتعتمد على الجري وعلى النط، فمحتاجين ان احنا نلبس جزم مناسبه للرياضه اللي بنلعبها. زي ما بتشوفوا لعيبه الكوره بيلبسوا جزم معينه، لعيبه السله بيلبسوا، كل لعبه بيبقى ليها الجزمه بتاعتها، فلازم نهتم بان احنا نلبس الحذاء المناسب. لازم ان احنا اللعيب يعني يكون عنده كوميونيكيشن واتصال بينه وبين المدرب العلاج الطبيعي بتاعه والمدرب بتاعه، ان هم لو في اوجاع في جسمه ما يحطهاش على جنب عشان عايز يلعب، لازم ان هو يطلعها بحيث ان احنا نشوفها بدري فنمنع الاصابات الشديده. الاكل والشرب من الحاجات المهمه جدا في الرياضه وفي الاصابات عامه، بالذات في الجو الحر زي في رمضان او في الصيف، ان احنا لازم نعمل هايدريشن كويس، ان احنا ناكل وجبات مناسبه في اوقات مناسبه. من الحاجات اللي مهمة جدا الراحة طبعا بعد الرياضة، لازم اخد وقت كافي ان انا ارتاح فيه، ما يبقاش اللعب مستمر. الرايس بروتوكول اللي اتكلمنا عليه، ان انا لازم اخد راحة واحط تلج واحط كومبريشن واليفيشن. في حاجات تانية بيبقى بريسز، يعني حاجات خارجية بتسند المفصل، سواء كان الكاحل او كان الركبة بالذات، او ساعات الريست في الالعاب اللي بيبقى فيها استخدام لليد. ومن الحاجات اللي بدانا نركز عليها دلوقتي التكنيكس، يعني في تكنيكس معينه في اللعبه العلاج الطبيعي والمدربين الاحمال بيكونوا عارفينها، بتساعد في كل لعبه ان انا احافظ على المفاصل بتاعتي وانا بجري وانا بعمل لاندنج من الجامب، بحيث ان انا احافظ على المفصل بالذات في الرباط الصليبي. اكتشفوا ان انا لو انا حطيت الركبة ونزلت بطريقة معينة، امنع ان يحصل تويستنج للني جوينت، العضلات اللي موجودة قدام وخلف الركبة لو قويتها بطريقة معينة، امنع الخلق بتاع الصابونة بتاعت الركبة. فدي حاجات مهمة لازم امرن عليها الطفل بحيث انه اقلل منها من الاصابات بتاعه الاربطه. برضو الموضوع له علاقه بالكاحل، الالاينمنت والطريقه اللي الطفل بيجري بيها وازاي ان هو بيرفع رجله وبيرفع القدم بتاثر على الاصابات بتاعه الكاحل.